السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وسنه سعيده على الجميع. الله يدخل عليكم بالصحه والراحه وبطولة العمر يا ربي، واش ما تمنيتو. وتنحب نشكر جميع كاع اللي ساندوني في 2021. شكرا لكم بزاف على التعاليق وعلى المشاهده وعلى المشاركه، شكرا بزاف بزاف. ونتمنى التوفيق للجميع يا ربي، وسمحوا لي على الصوت ديالي شويه عيانه، واللي مريض الله يشافيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو، وتمنينا الاعجاب ديالكم. غادي نشارك معكم عصير ديال البرتقال والحامض والبومبلوموس والاناناس، وغادي نشارك معكم واحد الروسكون ديال الاسبان. بالحق الروسكون غير شريته من بعد، وغادي نشارك معكم الطريقه نصايبوا معكم شي نهار. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وبقاو معايا حتى نهايه الفيديو باش تشوفوا الروسكون كيفاش كيجي ديال اسبانيا والعصير، وفرجة ممتعة.
وكما كتشوفوا هذا هو الرسكون الاسباني. نتمنى لنا الاعجاب ديالكم. شي نهار ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه ديالو. كيف ما قلت لكم انا هذا غير شريته وهنا شريته انا خاوي. كاين اللي كيتباع هكا ما فيه حتى حاجه، وكاين اللي كيتباع عامر بالناطا وبالشوكولا. ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف على المشاركه وعلى التعاليق الزوينه وعلى اللايك اللي كتخليو ليا، شكرا بزاف بزاف. ونتمنى كما قلت لكم التوفيق للجميع يا ربي، وسنه سعيده على الجميع. الله يدخل عليكم بالصحه والراحه وبطولة العمر، والى فيديو قادم ان شاء الله.